رئاسة جديدة للبرلمان البريطاني بعد فوز لينزي هاويل على منافسيه الستة عبر جولات أربع، أعطت لحامل الوسام الملكي السير لينزي هاويل رئاسة مجلس العموم ب 325 صوتا. The number of votes cast for each candidate was as follows. عدد الأصوات المدلى بها لكل مرشح هي على النحو التالي: كريس براينت 213 صوتا، السير لينزي هاويل 325 صوتا، وعليه السير لينزي هاويل قد حصل على أكثر من 50% من الأصوات المدلى بها، وبالتالي يتسلم منصب رئاسة مجلس النواب. هاويل المنتمي لحزب العمال والذي حافظ على مقعده في البرلمان منذ عام 1997 يعتبر الرئيس رقم 158 للبرلمان البريطاني، مهمة جديدة تفرض على هاويل الحياد والابتعاد عن اللون الحزبي. أتشبث بما قلته، إنني آمل أن يكون هذا البرلمان مكان احترام وحياد ليس فقط هنا ولكن لجميع أنحاء العالم. إن الاحترام والتسامح الذي نتوقعه من الجميع يحدد طبيعة عملنا ونظامنا. الانتخابات المبكرة المنتظرة في 12 من الشهر المقبل ستحدد معالم البرلمان البريطاني القادم وترسم علاقة رئاسة البرلمان بممثلي الشعب من جهة وبالحكومة من جهة ثانية. الرئيس الجديد للبرلمان البريطاني مهمته لن تكون سهلة بسبب الجدل السياسي بشأن طريقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مهمة قد تدلل العقبات أمامها إذا ما فاز حزب ما بأغلبية مريحة في الانتخابات المنتظرة. محمد الفنيش، قناة الغد، لندن.